السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح أطول عليكم، اليوم راح أشرح عن موقع بيعطيك كلمات مفتاحية للفيديو يلي أنت بدك تنزله عندك على القناة. يعني هلأ نحن حكينا أنه كل مين لازم بده يعمل بحث على اليوتيوب، تمام؟ في كلمات مفتاحية على اليوتيوب أو على جوجل أو على أي مواقع تانية، في كلمات مفتاحية انه تساعد الواحد يلاقي الفيديو تبعك بنتائج البحث تبع اليوتيوب او جوجل او اي مواقع تانية، تمام؟ ففي كلمات مفتاحية انت بتحطها، بس تحط هاي الكلمات المفتاحية لعنوان الفيديو او اذا بتحطها بالوصف او بتحطها بالعلامات، تمام؟ فهي كلمات مفتاحية بتساعد انه الفيديو تبعك ترتفع الـ نسبة الوجود تبعه باليوتيوب أو بالجوجل أو بأي مواقع تانية، تمام؟ فرح أشرح لكم عن هذا الموقع وتشوفوا كيف نحن نحسن نحط مثلا كلمة ويعطينا هو بقى كلمات مفتاحية اللي بتناسب علامات البحث، تمام؟ إذا سمحتوا لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا أنتوا جداد، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد منكم مشاهدات. يلا خلينا نبلش. تفرجوا يا جماعة، هذا هو الموقع، تمام؟ اسمه Keyword Tool. هلأ هذا الموقع فيه شغلات يعني كتير حلوة. انت اذا عم مثلا عملت فيديو، مثلا هلأ انا عامل فيديو انه كيفية ايجاد كلمات مفتاحية، تمام؟ رح اكتب له هون مثلا، طبعا قبل ما بلش اكتب له انا هون العنوان عندي، هذا الموقع رح أحط لكم الرابط عندي بالوصف، تمام؟ إمكانكم تفوتوا عندي على الوصف، بس تكبسوا على الرابط بيفتح لكم دغري فورا على هذا الموقع، ما بتتعذبوا، تمام؟ ففوتوا على الوصف واضغطوا على الرابط بيفتح لكم دغري على الرابط هذا مشان يسهل عليكم الموضوع البحث، تمام؟ هلا رح نبلش البحث مثل ما حكينا، رح نكتب كلمات مفتاحية، أي كلمات مفتاحية، تمام؟ وبعطيه هون سيرج. هلا شوفي كلمات، شوفي شغلات تطلع، تفرجوا. اعطاني هون النتائج، هي النتائج كلها. كلمات مفتاحية لليوتيوب، كلمات مفتاحية مثل ما لكم شايفين، كلمات مفتاحية لليوتيوب 2020. اعطاني كتير كلمات لهذا الموضوع، تمام؟ هلا هون اعطاني هدول الكلمات كلياتهم، انا مثلا بدي انسخ الكلمات هي كلياتها مثلا، تمام؟ بكبس عليهم هون، شايفين حددت عليهم كلياتهم، هون تحت بعمل لهم كوبي نسخ، بنسخهم باخذهم بقى بروح انا مثلا بحطهم بالوصف، او مثلا باخذهم، او مثلا انا ما بدي اياهم كلهم، انا بدي مثلا كلمه واحده، بدي مثلا هي كلمات مفتاحيه لليوتيوب، بكبس عليها ليكو حدد لي هون انه واحده، بعملها نسخ بنسخها، ماشي؟ طيب ندور على شيء تاني، مثلا نحط مثلا عالم السوشيال ميديا، عالم السوشيال ميديا، نعطيه بحث نشوف شو بده يعطينا خيارات، انه نحط مثلا نحن ليكو كيف تدخل عالم السوشيال ميديا، السوشيال ميديا عالم افتراضي، تمام؟ ما بدنا هي، مثلا طريقة إنشاء قناة على اليوتيوب، هاي بحث، تفرج أعطاني طريقة إنشاء قناة على اليوتيوب والربح منها، طريقة إنشاء قناة على اليوتيوب بالهاتف. هلا شو المقصد من هدول الكلمات؟ المقصد من هدول الكلمات إنه أنت وبدك تحط عنوان الفيديو تبعك بإمكانك تستعمل هدول الكلمات المفتاحية، طريقة إنشاء قناة اليوتيوب والربح منها. يعني أنت بتختار عنوان من العناوين اللي بدك إياها، تمام؟ وبتحطه أنت عندك على عنوان الفيديو تبعك،
بالاضافه هدول مثلا كلياتهم بتعمل لهم نسخ 19 نتيجه، بتعمل لهم نسخ وبتاخذهم تروح تنسخهم وين عندك مثلا بالفيديو اللي بدك تنزله، تنزله بتنسخهم عندك بالوسط. ليش؟ لانه هي الشغله وقت انت بتحط الكلمات هي بالوصف تمام بتساعد انه قناتك تطلع بالظهور الاول باليوتيوب بجوجل بمواقع تانية، بتساعد بالظهور بنتائج البحث الأولية باليوتيوب أو جوجل أو أي مواقع تانية، إنه يظهر بعلامات البحث تمام. هلأ مثل ما قلتلكم أنتوا هون أي شيء بدكم تختاروا بإمكانكم هون تحطوا، يعني أي عنوان أنتوا بدكم يا أي شيء بيخطر ببالكم، مثلا عالم الطبخ، عالم الطبخ سير بحث تفرج اعطاني خيارات، عالم الطبخ والحلويات، عالم الطبخ والحلويات بالصور، عالم الطبخ مع عايدة، عالم الطبخ الجزائري، يعني شايفين اعطاني كتير خيارات انه بحسن اكتبها هاي لانه هي بتظهر بعلامات البحث تمام حبايبي. هذا هو كان البرنامج تبعي اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الموضوع. حبيت والله بس هيك على السريع يعني ورجيكم لمحة عن هذا الموضوع لانه بيساعد كتير بصراحة بهيك قصص، انه انت احيانا بدك تحط مثلا كلمات مفتاحية تحط على مزاجك بس ما بتظهر بعلامات البحث، فهيك الموضوع عندك بيكون احسن ان شاء الله. بتحط انت الكلمات اللي بدك اياها وبتشوف هو بيعطيك الخيارات الكلمات اللي لازم انت تحطها وتناسب عندك تمام حبايبي. اذا عجبكم الموضوع لا تنسونا من اللايك وتشاركوا الفيديو وتشتركوا بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا لحتى يوصل لاكبر عدد من المشاهدات. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.